إنقاذ الغدة الدرقية بالأشعة التداخلية. الحقيقة إحنا كان لنا السبق والريادة في إدخال هذه التقنية الأحدث لعلاج تضخمات الغدة الدرقية الحميدة دون أي جراحة ودون أي فتحات جراحية. بنخش بإبرة صغيرة دقيقة جداً تحت الموجات الصوتية من غير أي جراحة، بنوجه الإبرة دي لداخل التضخم الحميد، بنعمل له عملية كي فيتحول الورم لجزء ضامر، وبالتالي يقل حجمه بالتدريج تدريجيا، مفيش اي فتحات، مفيش اي جروح، بالاضافه ان احنا بندي بنج موضعي مع مهدئ خفيف، وبالتالي ما عندناش اي مضاعفات واي خطوره للبنج الكلي. المريض بيجي الصبح بيعمل الاجراء الكي بالتردد الحراري، يقدر يمارس عمله من ثاني يوم الصبح، وبالتالي ما عندناش اي فترات نقاهه للكي بالتردد الحراري.